الحل اللي كنعبدوا به الله سبحانه وتعالى وكنمارسوا به الاسلام هذا كنسميه التدين. مثلا انا ملي كنشوف مثلا سواء المغاربه ولا المسلمين بصفه عامه عندنا واحد المشكله اللي كنعيشوها كاملين. انا دائما كنطرح واحد السؤال كتقول انني مثلا انا كنصلي كنعبد كنقرا القران ولكن ما كنحسش بالخشوع، كنحس كانني بعيد على الله سبحانه وتعالى. شنو هو السبب؟ هذه مساله جد مهمه لان خصنا نفكروا فيها باش هذيك العباده اللي كنعملوا حنا ماشي غتكون عباده هباء منثوره، انما خص باش تكون عندها واحد القيمه. هو الله تعالى غادي يقبل منا ان شاء الله تعالى انه يقبل منا اي حاجه كنديروها لاجله وتقربا اليه وكذلك طمعا في رحمته وفي رضاه. ولكن خصنا حنا اذا جودنا وعدلنا مثلا طريقه ديال التدين ديالنا وديال العباده تكون افضل، تكون احسن، يكون الاجر احسن، وحتى حنا غادي يكون عندنا واحد الضمانه في هذه الحياه، سواء في هذه الحياه ولا في الاخره. انا شخصيا شنو كنعتقد؟ كنعتقد ان مثلا حنا ملي كنشوفوا الاسلام، الاسلام فيه ثلاثه ديال نسميوها الدوائر الاسلام اللي هي مهمه. ثلاثه ديال الدوائر شنو هي؟ كاين واحد الدائره اللي كنطلقوا عليها العقيده، مثلا العقيده ولا التوحيد، وكاين دائره اخرى اللي مرتبطه بالعباده والعبادات، وكاين الدائره الثالثه اللي هي مرتبطه بالاخلاق. حنا شنو وقع لينا في التربيه ديالنا وسميتو حتى في المساجد والطريقه ديال الخطاب اللي تلقيناه وورثناه، ان كنفصلوا بين هاد ثلاثه ديال الدوائر. هكذا تربينا للاسف الشديد، ان مثلا العقيده كتبقى عقيده بوحدها، عباده عباده بوحدها، الاخلاق بوحدها. هنا كيوقع مشكل، كاين الناس دابا بزاف كيتكلموا على العقيده. انا بلا ما نذكر التيارات الاسلاميه ولا الجهات، ولا كاين واحد مثلا مجموعه كتقول دائما اي حاجه كتقول لك واش العقيده سليمه ولا صحيحه ولا ماشي صحيحه. ولكن انت شنو كتقصد انا بالعقيده ولا بالتوحيد؟ يعني كاين مثلا اللي كيركز فقط على العبادات، مثلا العبادات فقط، هو كيعبد مثلا يمشي للمسجد يكون في الاول يحضر في التراويح كذا، ولكن كاين شي حاجه ناقصه ماشي هذيك هي. شنو هنا انا الراي ديالي الشخصي والله اعلم هو اننا خصنا ما نفرقوش بين هاد الدوائر، ثلاثة ديال الدوائر ما نفرقوش بيناتهم، هما من الداخل كاين واحد التداخل بيناتهم. مثلا حنا ملي كنبدا بالتوحيد، ملي كنتكلموا على التوحيد، التوحيد هو القمة، هو الأس، كلشي في الإسلام كيبدا بالتوحيد. خصك أنك توحد، أنك تشهد أن الله سبحانه وتعالى، لا تشهد بالله سبحانه وتعالى وتشهد كذلك بالنبوة تاع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي البداية. أي واحدة لا سيما اللي بغى يدخل الإسلام، ما حنا فتوارثناها مسألة. التوحيد هنا حنا خديناه مفصول عن الأخلاق، ومفصول حتى عن الجانب الروحي اللي هو يقدر يخلق لنا الخشوع والاطمئنان والتقرب لله سبحانه وتعالى. حنا ربما تعلمنا أن التوحيد هي غير قواعد، واحد القواعد خصنا نآمنوا بها ونكروها ونقولوها، ولكن هذا غير صحيح. والتوحيد اكثر من هذا الشيء. مثلا حنا ملي كنشوفوا القران الكريم، شنو هي الصوره اللي كتكلم، اهم صوره اللي كتكلم على التوحيد؟ هي صوره قصيره اللي هي فيها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، انه فيها في هذه الصوره، انه تلخص في هذه الصوره. هي شنو كنسميو هذه الصوره؟ هي صوره الاخلاص. علاش الله سبحانه وتعالى ما سماهاش صوره التوحيد، وانما سماها صوره الاخلاص؟ مع ان التوحيد راه هو كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى سماها الاخلاص. والله سبحانه وتعالى كما كتعرفوا ان الاسماء نتاع الصور اللي عندنا، مثلا عندك مريم، عندك محمد، ابراهيم، مناح، منان، هذه التسميات توقيفيه، هذا راه ماشي دار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه، وانما توقيفيه جات من الله سبحانه وتعالى عبر جبريل عليه السلام. وهكذا كانت حتى في اللوح المحفوظ، وبعدها في بيت العزه، وبعدها سميتو في الوحي اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا علاش الله سبحانه وتعالى هنا سماها الاخلاص؟ لان الاخلاص كيرتبط بالاخلاق. لكن نقولوا هذا مسلم مخلص، انه يخلص في عمله مع الناس، مع الله سبحانه وتعالى، مع الجميع. القيم هذاك الاخلاص فيه الثقه، هذا الثق فيه لانه مخلص في العمل ديالو. فالله سبحانه وتعالى التوحيد ربطوا بالاخلاص، اذا ربطوا بواحد الجانب اللي هو اخلاقي. اذا حنا هنايا مثلا واحد المجموعه كتقول لك لا، التوحيد هو توحد الله سبحانه وتعالى، وكاين توحيد الصفات والربوبيه وسميتو كذا
والاسماء وكذا صافي هذا هو التوحيد. غير واحد الحاجه بحال اللي كتحفظها بحال الرياضيات بحال الماتيماتيك واحد زائد واحد جوج وكذا عطا واحد كتحفظها لا هي اكبر من هذه هي مساله اكبر من هذه ان التوحيد ان الاخلاص والاخلاق هذه كتجذر التوحيد في الاسلام. حتى مثلا حنا ملي كنتكلموا على الاسماء الله سبحانه الله اسماء الله الحسنى تقريبا المسلمين راه كيعرفوها ويذكروها ويعلقوها في السياره وفي المسجد وفي المنزل وكذا. حنا ملي كنشوفوا هذه الاسماء شنو كنلقاو؟ كنلقاو مجموعه ديال الاسماء عندها العلاقه بالاخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم كنذكروها يوميا كل مره كنذكروها في الصلوات ديالنا حتى في صوره صوره مثلا الفاتحه مثلا كتذكر هذا الرحمن الرحيم. هذه الصلاه هي القمه ديال الاخلاق اللي هي الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كيطلب منا كذلك اننا نكونوا رحماء نتعلموا من هذا الاخلاق نتاع الله سبحانه وتعالى. اذا احنا رانا في التوحيد مازال رانا في دائره التوحيد ولكن رانا مشتغلين بالاخلاق. واللي وقع دابا اللي وقع عند المسلمين اما ملي كيتكلموا على التوحيد ما كيربطوهاش بالاخلاق مع ان التوحيد ولا الجوهر ديال التوحيد هي الاخلاق. وحتى الله سبحانه وتعالى رب العالمين الرب شنو هي الرب؟ حتى الطبيعه جات منها الرب. نحن تلقينا الطبيعه نتاع الله سبحانه وتعالى عبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا شنو نقول ان خصنا منين كنوحدوا الله سبحانه وتعالى؟ كنكونوا مثلا خصنا كذلك نستحضروا الجانب ديال الاخلاق. وهذا التوحيد ديال الله سبحانه وتعالى اللي هو مرتبط بالاخلاق هذا خصنا كيفاش خصنا نثبتوه في الواقع؟ عبر ماذا؟ عبر العبادات وكذلك المعاملات. حنا دابا غنجيو للدائره الثانيه اللي هي العبادات. في العبادات مثلا العبادات راه ماشي هي واحد الرياضه بحال الرياضه الحركات ولا يوغا ولا كذا. الاسلام عبادات عندها معاني عميقه. اذا انت ملي كتعبد راه ماشي كدير حركات كتصلي صافي خمسه مرات تصلي وتمشي لا هي اكثر من هذا. العبادات هي كذلك راه فيها الاخلاق في الجانب الروحاني والاخلاقي. انت مثلا ملي كتعبد الله سبحانه وتعالى راه ماشي كدير كتعبد ولكن في نفس الوقت انك تشتغل على النفس ديالك كتشتغل على تزكيه النفس على مثلا تنميه السلوك ديالك كتشتغل. لان علاش انتما كتعرفوا مثلا الصلاه انها مرتبطه بمجموعه الاخلاق الصلاه انها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن حنا مثلا كثير من الناس كيصلي وكذا ولكن ملي كتلقى ان الصلاه ديالو لا ما كتنهاش. الصيام مثلا انها مرتبطه بالتقوى والتقوى كذلك من 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 بين القيم الاخلاقيه اللي مهمه. الزكاة مثلا حتى كلمة الزكاة أنها مرتبطة بالتنمية. التنمية ماشي فقط ديال المال، التنمية كذلك ديال النفس ديال الذات. حنا دابا كنتكلموا على واحد العلم اللي هو جد مهم هو التنمية البشرية. التنمية البشرية هذا راه حنا عندنا في الإسلام مثلا راه التزكية ولا حتى الزكاة حتى راه الزكاة هي طريق باش تنمي نفسك. إما أنت مثلا كيكون عندك فلوس وفلوس راه أهم شيء عند الإنسان هي الفلوس باش تجي مثلا تزكي راه القضية ماشي سهلة. خصك دير واحد جاهد باش تزكي فهمتي خصوصا اللي عنده فلوس كثيره. مثلا من هنا كتبدا لان ماشي كتعطي فقط الفلوس وانما انك هذا كيحتاج كذلك الى تزكيه من النفس ديالك. كتزكي الفلوس وكتزكي النفس انك كتحاول تروضها باش انها تقبل انك تعطي الفلوس فهمتي. المساله هذه جد مهمه. اذا كذلك العبادات انها مرتبطه بالاخلاق ماشي بصورة على الاخلاق. كنجيو مثلا النقطه الاخيره سميتو اللي هي الاخلاق ولا المعاملات دين المعاملات دين النصيحه هذه كذلك هي جد مهمه. الاخلاق في الاسلام هي جد مهمه ولكن خصنا نفصلوهاش خصنا نربطوها بهذ الدوائر كلشي. حنا هذ الدوائر كلشي التربيه ديالنا التربيه ديال الابناء ديالنا في الاسره في المدرسه في المسجد خصنا هكذا نفكر. هذه الطريقه اللي خصنا باش يكون واحد توازن باش ما نفصلوش ما تكونش كل دائره واحده ان سميتو العبادات وحدها والتوحيد وحده والاخلاق وحده. لا هادو خصهم يتمشاو جميع يكونوا جميع. انك مثلا انت كتوحد الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت انك كتحاول ما امكن انك مثلا انك تطبق مثلا هذيك الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى ولا السلم السلام مثلا انه السلام مثلا من اسماء الله الحسنى السلام. وحنا السلام في حياتنا دائما رانا كنذكروا كلمه السلام السلام عليكم. مثلا ملي كتقول السلام عليكم انك ماشي غير تحيه وانما دعاء انك تدعو بالسلام. لكن الواقع شيء اخر ملي كتشوف مثلا الواقع العربي والاسلامي راه ما كاينش السلام انما كاين الحروب للاسف الشديد. الانسان نفسه المسلم عنده حرب داخل نفسه. اذا شنو بغيت نقول ان
لان احنا مثلا في الطبيعه ديالنا في التعامل ديالنا مع خصوصا مع الامن، لان احنا حتى هذه المناسبه اللي هي مناسبه عقيقه دي مساله جد مهمه، ان احنا في بيوتنا نخص نفكروا بهذه الطريقه. مثلا ان ولدك ملي كتعلم له مثلا ان الله واحد احد ما كاينش اله اخر، كذلك تعلم له واحد شويه ديال الاخلاق هذيك توصل واحد الدرس. وفي المدارس كذلك، يعني حنا شفنا في المدارس ديالنا للاسف الشديد كيجي مثلا عندك دروس العقيده ولا كيخلوش ليها مثلا الهولنديه ما كيذكروش نهائيا الاخلاق، كيبقى التلميذ شهر شهرين شهر كيقرا على التوحيد، والتوحيد سميتو راه تما كيدور 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 بحال كانه كيقرا الرياضيات ولا الفيزياء ولا كذا، ما كاينش الحس ديال الاخلاق. هذا من بين الاخطاء اللي كتوقع. ها هو التلميذ واخا خدا مثلا معلومات كياخذ هذيك المعلومات وكيحفظها وكذا، ولكن فيما بعد شنو هي؟ شنو القيمه ديالها؟ خصنا هنا مثلا خصنا هنا نستحضروا اننا ملي كنتكلموا على الله سبحانه وتعالى نستحضروا هذا الجانب ديال مثلا الاسماء، خصوصا الاسماء اللي هي مهمه، ومساله الاخلاص ان هي مساله مهمه. وكذلك مثلا ملي كنعلموا الصلاه للابناء ديالنا، حنا كنعلموا الصلاه بطريقه اللي هي ميكانيكيه، انه كيفاش يصليو كيفاش يتوضا كيفاش كذا، ولكن ما كنعلموهمش الاخلاق في الصلاه. هذا مشكل كذلك. لذلك ابنائنا هو كيصلي حركات غير الخفه كيمشي، ملي كيمشي، وهذا الشيء وقع حتى الكثير من المسلمين مثلا انهم يصلي يمشي، ولكن ملي كيمشي ان في هذيك اللحظه ملي كيصلي كتلقى الهدوء، كل شيء الهدوء والسكينه والطمانينه واحد الحاجه، ولكن غير كيخرج ان ما كاين والو. اذا هذاك الواقع ديال الصلاه ما نقلناش للحياه ديالنا المجتمع، وهنا وقع واحد الخلل المسلمين مثلا. هذاك الهدوء اللي كنحقوه مثلا في المساجد خص يكون ناخذه معنا في الذات ديالنا في النفس ديالنا، وناخذه معنا كذلك للواقع، خص يكون يتجلى انه ينعكس في الواقع نتاعنا. والا ما كان ما كندير حتى شي حاجه مثلا، كتصلي اوكي كتصلي الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى يطالبنا ان هذا الصرف خص تغيرنا، وهذه العباده خص تغيرنا. راه ماشي فقط ديرها، لان راه حتى الامم الاخرى مثلا اليهود والنصارى كذا راه حتى هما كيعبدوا، كتمشي للهندوس كيعبدوا، ولكن حنا عندنا مسائل اللي هي جد مهمه خصنا تظهر اكثر، فهمتي؟ هذه الصلاه مثلا حنا كنقولوا مثلا الله تعالى باش ميز المسلمين، ميزهم بالصلاه، هذه مساله فيها حديث نبوي معروفه المساله، ولكن ماشي التمييز بالصلاه فقط تمشي للمسجد تصلي، خص هذاك التمييز يكون عندك في حياتك، هذيك الاثار ديال الصلاه تظهر فيك، تظهر في الشخصيه ديالك، تظهر في الذات ديالك، تظهر في الاخلاق ديالك، في المعاملات ديالك، هذا الشيء اللي خصنا. اما غير الصلاه راه كتصلي بوحدك، غتمشي تصلي وحدك في المسجد ولا في شي قاعه ولا في الدار، صافي هذا كملتي. ولكن بعدها واش هذاك الشيء كيستمر؟ واش عنده الاثار في حياتك؟ كذلك ابنائك ملي مثلا كتعلمهم مثلا داخل الاسره، واش هذاك الشيء عندهم شي تاثير ولا لا؟ مثلا الصلاه، شنو هي الصلاه؟ الصلاه هي عباده واللي هي سميتو اللي واجبه علينا كذا، ولكن في نفس الوقت وهي ركن من اركان الاسلام، ولكن في نفس الوقت راه هي واحد تتعلم انضباط، كيفاش تنضبط، كيفاش الحياه ديالك تكون عندها واحد النظام، واحد الانضباط. وهذه مساله هي في الحقيقه هي جد مهمه، خصنا ننتبهوا ليها في حياتنا. اذا شنو بغيت نقول في الاخر حتى ما نطولش عليكم، لان كلام طويل في الحقيقه، ولكن حاول ان نلخص ان نحن في الاسلام هو اسلام كل، ما كيتجزاش، خصنا ناخذوه كاملة كله، ما نجزاش، ما نقولش ان في هذا سميتو الاخلاق بوحدها والعبادات بوحدها والتوحيد بوحدها، لا هذه المسائل كلها متداخله، شي كيدير شي، راه كتنتقل من دائره لدائره لدائره سميتو، وشي المهم كيكمل شي، ما نقدروش نفسو. ولكن للاسف الشديد هذا الشيء واقع دابا بين المسلمين، كتلقى بعض التيارات الاسلاميه انها كترقص حياتها كامله كتكلم على العقيده، وكاين تيارات اخرى كيركزوا فقط على العباده. لدى الصوفيه مثلا ولا السلفيه كتلقى مثلا القضيه ديال مثلا ديال التوحيد وكذا، وكاين كيقول لك فقط الاخلاق، مثلا الاخلاق المسائل الاخرى معليش نركز على الاخلاق. اذا خصنا المسائل كلها ناخذوها كامله، ولكن ناخذوها خصنا كذلك نحاولوا ما امكن نقلوها للابناء تاعنا، نقلوها للطلبه ديالنا، التلاميذ ديالنا في المنازل، ان مثلا اللي كتعلم ولدك التوحيد تعلمه كذلك ان هذا التوحيد مرتبط بالاخلاص، مرتبط بالاحسان، مرتبط بالتزكيه، مرتبط كذا. كذلك الصلاه، هذاك الابن اللي كتصلي خصك تقول له انك كتصلي، ماشي فقط كتصلي، خصك دير هذوك الركعات، كتصلي لان باش تحسن الاخلاق ديالك، باش تحترم الاخرين، باش يكون عندك واحد النظام في حياتك، لان عندك خمسه ديال اللقاءات ديال الافصح، راك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى،
ولكن حنا عندنا دوك اللقاءات دائما يوميا يوميا، ولكن في حياتنا ما كنشوفوش باللي حياتنا عندها واحد ستريكتير، واحد البنيه ولا واحد النظام. خصوصا دابا ابنائنا المدارس كلها، المدارس ابنائنا انتم راه كتبعوا ابنائكم، للاسف الشديد انا كيقول لك الابناء المسلمين ما عندهمش واحد ستريكتير في حياتهم، ماشي منضبطين، ما عندهمش ديسيبلين، مع ان حنا هذا الشيء عندنا في الدين. الدين ديالنا مثلا استطاعوا مثلا من خلال حنا الى استطعنا هذه المسائل كلها، يقدر ابنائنا نعطيهم واحد الانضباط، واحد النظام في حياتهم. ولكن حنا ما كنديروش هذا الشيء. حنا اللي كيهمنا خص نشوف ولدي كيصلي، يتوضا يصلي، اوكي، هذه مساله مهمه جد رائعه. في نفس الوقت خص هذاك الشيء يظهر كذلك في حياته، يكون انسان محترم، يكون هادي، يكون كذا. وكذلك فيما يتعلق بالاخلاق، واكتفي بهذا، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله.